ميلو تي في، صباح الخير لكل المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من حوار اليوم. ويسرني أن أستضيف فيها نائب رئيس التيار الوطني الحر لشؤون الشباب منصور فاضل. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح النور. يا أهلا. خلينا نبلش فيما يحصل بمجلس النواب. هناك كان جلسة يتوقع أن تعقد للجان، عاد الرئيس بري وضع الكابيتال كنترول، ولكن طارت هذه الجلسة. انتم ما بدكم الكابيتال كنترول، وكان معركتكم الاساسيه انكم تقروا هذا القانون. اليوم عم نشوف هيك مواقف انه لا القوات ولا التيار شاركوا بالجلسه، وما بدنا قانون في استنسابيه. شو الوضع؟ اول شيء هذا الكابيتال كنترول من ثاني نهار، ثالث نهار بعد 17 تشرين كان مفروض ينعمل كابيتال كنترول. بعد سنتين ونص يرجع ينطرح الكابيتال كنترول بطريقه يمنع ما تبقى من اللبنانيين، شو باقي شوية مصاري مع اللبنانيين انهم يتصرفوا فيها، ومن دون اخذ بعين الاعتبار كل المصريات اللي تهربت على فترة سنتين ونص، ويصير هلأ بالهم بالمصريات اللي بقيت الناس تضل عم تنتعش وتشتغل وتحول مصرياتها تيضلوا الاقتصاد قائم. كيف فيك تعملي كابيتال كنترول او ما تبقى من مصريات المودعين واللبنانيين تتحكمي فيها من دون النظر بكل شيء فيه تهرب؟ هذه نقطة إشكالية كتير كبيرة. ما في كابيتال كنترول، ومش لازم يكون في كابيتال كنترول استنسابيا على ما تبقى من حركة للناس من دون ما نعرف يلي كل الهرب. هذه نقطة. النقطة الثانية، السلطة يلي بدها تعمل كنترول على الكابيتال، السلطة ما بتقدر تكون حامية كل هذا السيستام يلي أدى إلى تهريب مصريات الناس على فترة سنتين ونص. ما بيقدر، يعني كيف يا عمي، كيف ممكن دولة تتأخر سنتين ونص بتهريب المصريات وتطليع المصريات من دون رقيب ومن دون حسيب، تيجي بتقول خلص عفو الله عن ما مضى، هوديك كلهم خلص نسوهم، راحوا المصريات هربوا بالقانون ولا بقلة الأخلاق؟ لأنه في قانون، هن اللي طلعوا مصرياتهم بالقانون استخدموا القانون. ما في قانون بيمنع أنك تحول اموالك ولا شيء بيمنع القانون. هو القانون، نجي نحن بنحمي السيستم كله. نعم. هربوا مصرياتكم يا متسلطين، يا عندكم علاقاتكم، يا عندي تحت غطى القانون بس تحت قله الاخلاق، لانه الشعب اللبناني الاخلاق هو لما الازمه بتجي على كل اللبنانيين مش بتجي على جزء من اللبنانيين. ما بيقدر الاهل يلي بدهم يبعثوا مصاري لاولادهم يتعذبوا كرمال يطلعوا $1,000 يبعثوها لابنهم، بينما غيرهم طلع مئات ملايين الدولارات، ونيجي اخ بعد سنتين ونص ما تبقى نتحكم نحن فيه، بس السنتين ونص ما بنطلع لهم. لا، هيدي بطل كابيتال كنترول، هيدي بطل حمايه للكابيتال. بدك تحمي الكابيتال، رجع الكابيتال طلع بطريقه استنسابيه بلبنان، هيدا اللي عمل له قانون، ورجع القليلين الاخلاق اللي طلعوا مصرياتهم. لانه انا اقل لو وصف، انت كنت قادر استاذ منصور فاضل انك تحول اموالك، ما كنت قمت بهيدا؟ انا بقول لك كل مين قادر وقدر، ومن التيار الوطني الحر هذا بلا اخلاق. ما في حدا من تيار، كل مين قادر وقدر امواله، هذا امام هذا كل مين قادر وقدر هو بلا اخلاق. اوكي، ما تساليني لالي، انا عم بسالك هو بلا اخلاق. ايه بس عم بسال برايك، ما هذا سؤال فرضي. اول شيء انا الحمد لله ما عندي مصاري تطلعها، ثانيا ما انعرضت علي، وثالثا ما فيك تساليني سؤال بعد ما صار لو عندي. هلا شو ما جاوبك، انا بقول لك مين مهرب مصرياته هو بلا اخلاق، لانه لما بيبقى الشعب اللبناني كله جوعان، حس الوطنيه اللي بيميز رجل السياسه عن رجل بلا اخلاق ما بيقدر يتحكم بالبلد. هلا انا ما بدي دافع طبعا عن تهريب الاموال، انا بالعكس ضد، بس انه نحن بوضع، انت بتعرف استاذ منصور، العالم بدها حيلا شيء يمكن تعيش اولادها برا او تقدر تلاقي متنفس لها، مين ما صح له يمكن كان بالسابق يهرب الاموال او يحول هذه الاموال، كان يعني بفتكر اقدم على هذه الخطوه. يا ريتهم المعترين يلي بده يدفع قسط ابنه او يدفع قسط جماعته او يدفع حياته قدر يهرب مصرياته. ما اللي هربوا مصرياتهم هي اصحاب ميات الملايين الدولارات يلي كسرت خزينه الدوله واللي يلي عجلت بالانهيار. طيب مين هرب؟ عم تش مين هرب؟ ما بعرف. معطيات انه في اشخاص، نحن التيار الوطني الحر لما وضعنا امام الراي العام وامام مجلس النواب مشروع قانون بيجي بيقول استعاده الاموال المهربه غير المنهوبه المهربه، الدنيا كلها قامت علينا، وصاروا الدفاع عن حاكم مصرف لبنان وعن شركات التدقيق جنابي وعن المصارف وعن كل الناس، ويطلعوا على التلفزيونات ويغطوها انه هيدا موضوع قانوني. مره جاوبت
احد الاعلاميين انه اذا موضوع قانوني هو بلا اخلاقي، واذا عندكم الجرأة يا عم الانسان اللي بيعمل شيء قانوني صح يطلع يقول انا طلعت مصرياتي ويتركوا للناس. انا بتحدى النواب يلي هلا مرشحين او كانوا سابقين او بطلوا مرشحين او المتسلطين مش عم بيقولوا قانوني، هيدا موضوع قانوني. بتحديكم امام الراي العام طلعوا قولوا انا طلعت مصرياتي برات لبنان من 17 تشرين وفرجوني كم صوت بتاخذوا. بتحديهم. طيب يأخذ عليكم كتيار وطني حر انه نحن على ابواب انتخابات يفترض ان تحصل في 15 ايار، انتم كنتم متمسكين ولا تزالون بالكابيتال كنترول ولو بصيغه معينه، عم ينقال انه ما بدكم تقروا الكابيتال كنترول على ابواب هذه الانتخابات لتكسبوا شعبيا العالم واللي يعني جماهيركم يضلوا معكم، لانه في سحوبات معينة يعني في سقوف لهذه السحوبات بصيغة المحطوطة بالكابيتال كنترول، علما أنه صندوق نقد الدولة يبدو موافق على هذه الصيغة. إذا ما في كابيتال كنترول ما في مفاوضات، ما في مساعدات. أول شيء كل شيء بلبسوه للتيار الوطني الحر وصرنا معوضين. نحن بدنا الكابيتال كنترول من أول نهار وبدنا إياه اليوم، أوكي؟ بس الكابيتال كنترول مش تيحمي الناس اللي هربت مصرياتها ويجي يتعدى على الناس يلي بقي عندها هالكم قرش يعيشوا فيهم. كابيتال كنترول لازم يصير وضروري يصير تيخفف شوي من أزمة اللبنانيين، بس مش يصير حماية للي بعد بدهم يهربوا، مش يصير حماية للي بدهم يهربوا ويظلموا الناس. ما تبقى كيف فيك تحطي قرار الكابيتال كنترول أو الرقابة أو إدارة الكابيتال كنترول بين إيدين الناس اللي حميوا على فترة سنتين ونص انه منعوا الكابيتال كنترول ينعمل ويلي حميوا الناس اللي هربت مصرياتها؟ طيب اليوم وصلنا لهون نوقف ما بنعمل كابيتال كنترول يعني يا سيد جوال تعملي كابيتال كنترول على اللي انظلم كمان؟ طيب الحل بس سؤال الحل اعطونا يعني. اعملوا حل للي هربوا مصرياتهم من 17 تشرين لليوم وضعوا قانون لاسترجاع الاموال المهربة بشكل غير عادل ولكنه قانوني ولكنه غير عادل، وعملوا كابيتال كنترول. ليكي سؤال بس انت مصدق معلش نحن هلا عم نحكي بسيط انا وبصدق انت مصدق لا انه هيدي استعاده الاموال المنهوبه والاموال المحوله هيدي انه بتصير يعني ليه ما بتصير؟ ليش لما كنا نقول لهم السوري فال من لبنان وضلينا الناضل كل عمرنا فل ولا ما فل؟ هيدا الانسان اللي هرب مصرياته برات لبنان بطريقه غير اخلاقيه، اذا وضع له قانون ليه ما بتصير؟ لانه ما بتصير. ليه بتستسلموا بسرعه؟ لا عم بحكي لك، لا انا عم بحكي لك. ليه عم تخلقوا جو عند الراي العام انه مثل كانه الاستسلام شيء طبيعي لازم يستسلم؟ انا عم اقول هيدا اللي هرب مصرياته برات لبنان لما انا ما قدرت احول 1000 دولار انا 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 منصور فاضل. ايه ما قدرت تحول؟ لا ما قدرت احول لابني. ايه غيرك يمكن عم بيحول. انا ما قدرت احول. ما حكيت حدا ما طلبت. رحت على البنك وقالوا لي ما فيك تحول. مساعدة سياسية من حدا؟ يا ريت. او قصدتهم وما خدموك يا عمي؟ هلا عن جد يعني عم تسالني عم بسالك انه ايه قلت لي ما قدرت احول لابني ما قدرت احول يعني شو عملت؟ في فيكم عم باخذ مصاري بيشتغل بطلع مصاري وهيك ايه شو بدي انه شو بعمل؟ هذا عدل انه انا ما اقدر احول والناس تحول مئات ملايين الدولارات ليه؟ خيي ليه؟ بس حدا يفسر لي ليه؟ طب مين بيتحمل المسؤوليه؟ انا مش قانوني هو قانوني؟ اذا القانون علي وعلي اوكي هو عنده قدرة أنا ما عندي قدرة، إيه صدق نحن أنا ما عندي قدرة. نحن ناس أوادم بدكم تصدقوا هذه الخبرية، هي خبرية إنه كلهم يعني كلهم مش مزبوطة ومش حقيقة وأنا واحد منهم. طيب أوكي هلا معلش أنا حأخذ الطرف الآخر في هذا الحوار، يعني عم بتقلي لا مش كلهم يعني كلهم، هيدي النغمة اللي دائما كمان بيتاخذ على التيار إنه لا مش كلهم يعني كلهم، طب ما أنتم كمان جزء من هذه المنظومة، أنتم كنتوا بالسلطات، اليوم العهد عهدكم يعني شئنا ولا أبينا. اليوم هيدي النغمة أنا عم ناقش بكل السلطة عن جد بعد ما بين لك من سنتين ونص لليوم إنه ما في سلطة بلبنان بعد ما بين لك. لا هيدا كان خطير يا أستاذ منصور، ما في سلطة بلبنان يعني رئيس الجمهورية منه حاكم اليوم في لبنان؟ في حاكم بلبنان عن جد؟ عم بسألك لا أنا اللي عم بسألك وأنا عم بسألك أنت صحفية مسقفة بتستقبلي ضيوف بلبنان بعد اتفاق الطائف من اتفاق الطائف لليوم ما انعمل على حجم إدارة المجموعات من دون حكم حدا من دون قدرة حدا يقدر يحكم ويأخذ قرار. شو هالحكم اللي بإيد رئيس الجمهورية يلي بده ما بيقدر يحط مهل
أو مش محطوط له مهل. ما كنتوا عارفين هالشيء؟ لك طبعا. وشو هذا القتال كله؟ القتال كله شو عم نعمله؟ نحن هلا شو ليش عم نطرح إعادة النظر بكل نظامنا، إعادة النظر بالإصلاحات داخل الطائف؟ لشو عم نعيد النظر؟ كل هيدا الثورة اللي اجت، هيدا الصراع الدائم حول الخطط ومنع الخطط وحول المشاريع القوانين اللي بتتعرقل، كل هيدا القتال اللي عم نقاتله كرمال شو؟ لأنه نظام قائم بحد ذاته ونحن معدقلينه عن جد، لأنه رئيس جمهورية صاحب القرار ونحن عم نتغنج، لأنه كله عندك بوفوار وكونتر بوفوار، قوة وكونتر قوة، قوة مقابلة قوة. من الفكرة ألف للمادة 95 بالدستور، كل مادة في مقابلة مادة بتعرقلها. يروحوا الناس يقروا الدستور. كنتوا كتير مدركين لهالأمر ونسجتوا تحالفات على امتداد هذا الوطن. نحن عملنا تحالفات وطنية، نحن عملنا تحالفات وطنية، نحن عملنا تحالفات وطنية بالظروف اللي كانت قائمة شايفين حالنا فيها، أخفقنا ببعض الأمور ونجحنا بكثير من الأمور. بعض الأمور اللي أخفقنا فيها كنا متمنيين ومتأملين أنه هذا الحوار أو هذا التلاقي بيقدر ينتج سلطة بلبنان، ولكن هذا التلاقي تبين أنه بالممارسة اليومية والممارسة العملية في بوفوار وكونتر بوفوار، في واحد بده يشد بطايفته، واحد بده يشد بمذهبيته، واحد بده يشد بقوته، ولكن السلطة بلبنان صار لابد من إعادة النظر بتكوينها وإصلاحات الدستورية، لابد من أنه تطويره والتعديل، التعديلات اللي لازم تترجع الحياة السياسية تمشي، لأنه بلبنان الحياة السياسية مشلولة. أوكي، يعني تحالفاتكم كنتوا على خطأ في هذه التحالفات اللي نسجتوها من المستقبل إلى القوات اللبنانية. لا لا شو لا؟ لا، لأنه أنت لما أنا بيجي أنا مثل الرجال ومرة لما بيتجوزوا بتقولي له على خطأ أنك تجوزت، بيقول لك بالممارسة تبين في أخطاء، يا منصلحها يا منختلف. نحن لما بنينا هالتفاهمات اللقاءات مع الأطراف بلبنان، هن موجودين ضمن التكوين المجتمعي، جينا كوننا هيدي السلطة لإعادة إنتاج سلطة مش للسيطرة على السلطة. لما بتجي انت بتقعدي معهم بتتعرقلي بملف الكهرباء، بتتعرقلي بملف الزباله، وبتتعرقلي بملف الكابيتال كونت، بتبتسمي بس هاي الحقيقه. لا مش عم ببتسم، شفتي لانه شفتي في تجربه أسئلة. جوال تجربه 17 تشرين لازم تبتسمي قد ما بدك، مش مهم لو سالتيهم من هلا لبكره رح اقول لك انه انا لما نسجت تفاهمات وتحالفات، النيه والاراده والهدف هو ننتقل من ظل هذا النظام المشلول الى نظام من خلال تفاهماتنا نعمله مش مشلول. اجت انفجرت بوجهنا كلنا سوا 17 تشرين، لانه بدل ما نروح ننتج سلطة منتجة انتجنا سلطة كل واحد عم بيعمل كونت بوفوار للتاني. ايه صار انفجرت. أوكي. طبعا بدنا نلاقي لها حل، وهذا الحل بده يكون من اعادة تكوين السلطة بلبنان، مش على كل الأسس أنه ما بقى بدنا نصلح. لا، نحن فايتين على السلطة مجددا على لبنان لإعادة النظر بكل شيء بعرقل هيدي السلطة، من مجلس النواب لمجلس الوزراء للصلاحيات للدستور. طب. لابد من إعادة النظر بهذا الموضوع. أو بيجي حدا بيقلب الطاولة على كل اللبنانيين وما حدا عنده القدرة، بيجي بيربط بيقول لك خي انا الحاكم بامر الله. قبل الثوره ما قال رئيس التيار بده يقلب الطاوله، يا عم يقلب الطاوله، يقلب الطاوله على التفاهمات اللي كانت راكبه وعم تعرقلنا. طيب ما هي المعنى، هيدي التفاهمات اللي كانت راكبه وعم تعرقلنا، يعني انا بيجي بتفاهم انا وياكي بنيتي شيء، وإذا أنت تبرهن على الطريق أنه نيتك شيء تاني، إيه بدي أقلب هذا التفاهم اللي عنده. أوكي. بهيدا الصراحة اللي عم تحكي فيها وبهذه الجرأة اليوم منصور فاضل، مين أكتر فريق اليوم عرقل العهد أو عرقل التيار الوطني الحر اللي هو اليوم في هذه السلطة؟ من هو المعرقل؟ أنا عم بسألك. المعرقلين كتار. أول شيء في دولة عميقة ركبت سيستماتيكما، هيك ركبت بلبنان. من الطائف، من لما تكون الطائف، لما من 13 تشرين لمبارح. أوكي. ركب نظام البعض منه بتشوفيه وبتحسيه، وبعض منه لا بتشوفيه ولا بتحسيه، ولكن صار مدجن. أوكي. هذا النظام شو هو؟ قائم على شو؟ قائم على المصاري، وعلى رأسهم حاكم مصرف لبنان.
هون في كتير نقاش بدك تقول. هلا افتحي نقاش قد ما بدك. افتحي نقاش معك الكامش يعني. الكامش رقوب الناس وما كامش مصريات الناس وبيتحكم. هيدا سنة 94 جابوه من الماريلاند حتى يتحكم بمصريات الناس. عال انتو جبتوه كمان. لا نحن ما جبناه هلا بماشي كيف ما جبناه. هلا بقول لك كيف جددنا له. مين جدد له كيف جدد له. هلا انا بقول لك كيف جددنا له. هلا بقول لك. بس مين المعرقلين الاساسيين؟ في دولة عميقة. مكونات هاي الدولة العميقة بيقدروا يكونوا الكل. اعلام. مصاري. متسلطين رجال بالدولة نواب أحزاب سياسية كل هيدا التكوينة عندها مصالح مشتركة بين بعضها بتقطع لبعضها وبتختلف مع بعضها على بعض الأمور ولكن بالسيستام القائم يلي بتحميني بحميك بموضوع المصاري وبموضوع التوظيف وبموضوع الهدر وبموضوع السرقة وبموضوع الفساد هذا كله سيستام بيحمي بعضه بيحمي بعضه بيحمي بعضه عن قصد ولا عن غير قصد بس لما بيعرفوا بعضهم انه كيمشون المحرك الاساسي يلي هو المصاري ايه بيصيروا يحموا بعضهم بيصيروا بيحموا بعضهم بضياعهم بدون ما يحكوا مع بعضهم بيحموا بعضهم باقضيتهم بدون ما يحكوا مع بعضهم اصلا سيستام قائم بيحمي بعضه هذه هي الدولة العميقة يلي اجت ثورة 17 تشرين اخذنا امل باول ايام فيها انه هيدي ثورة بتساعد للقلب على هذا السيستام القائم جينا لقينا اخر النهار الزعران اللي سرقوها لهذه الثورة حولوها الى ثورة سباب وشتائم وكذب وافتراء على الناس الاوادم بهذا البلد تيقدروا هن يضلوا ماشي هذا السيستام هلا السيستام كله هو اللي ساهم بعرقلتكم او عرقلة العهد بس انا رح ردك على كلام رئيس الجمهورية عرقلة اللبنانيين اوكي يلا ردي كلام رئيس الجمهورية تحديدا من بكركي لما سئل انه في خطا بموضوع التشكيلات ليش ما مضى وزير المال قال لا خطا وما بقى حدا يضحك عليكم اللي عرقل ما سمى الثنائي ولكن كان قاصد الثنائي الشيعي صح ولا غلط اذا انا فهمت عم تحددي عم تحددي تحديدا انت بموضوع التحقيق القضائي بموضوع مدفع بيروت بلا تحقيق القضاء بلا. من تشكيلات لا يا حبيبتي ما جد مش بموضوع التشكيلات مش بموضوع التشكيلات لما سأل رئيس جمهورية سأل عن موضوع التحقيق بموضوع المرفأ قال كلكم بتعرفوا مين قاطع مجلس وزراء ايه بموضوع التحقيقات هيك صار بس التشكيلات اللي صارت بهيئة محاكم التمييز يعني هيدي ايه شو التشكيلات اللي هي مكملة لموضوع التحقيق اوكي عم بحكي انا بالمحقق العدلي طارق البيطاني هي اكبر جريمة يا حبيبتي بموضوع الاوضات بموضوع الاوضات والتشكيلات يا عمي بعد ما فهمتوا كلكم سوا انه العماد عون ما بتكبوا له ورقه وبيمضيها بعد لهلا ما بتعرفوه استاذ منصور اذا ما بتعرفوه تعرفوا عليه لا مش مفهمنا انا عم بنقول الاسئله وانا عم جاوبك بالاجوبه بس عم بيقول اذا لهلا اذا رح تضلكم تطرحوا هيدا ميشيل عون ما فيكم تكبوا له ورقه مضيه تحت الضغط تشكيلات كانت يا حبيبتي ما عم شفتي كيف بتناقضي حالكم وين بس رح اسالك سؤال رح اقول لك كيف لما بتيجي بتقولي لي حاكم مصرف لبنان انتم عينتوه خليني كفيلك لما حاكم مصرف لبنان بتقولي لي انتو جددتوا له عينتوه وبترجعي بتقولي لي بالقضاة رئيس جمهورية يا حبيبتي ما تجربتنا مع حاكم مصرف لبنان لما ارتضينا بالضغط القائم من كل الاطراف السياسية وكل دول العالم ارتضينا انه نجدد لواحد نحن رافضينه من الاساس تجي العماد عون يرضى يا حبيبتي انت مش انت عم بتناقض حالك هون هلا بجاوبك كيف مش عم بناقض حالي اول شيء رح فسر لك باول عهده للعماد عون اوكي انا حاتركك تحكي ده لا تتركيني احكي لانه انا هذا موضوع لازم ينحسم بالعكس انا ما اول شيء اي قرار بدك تاخذيه بحياتك بدك تشوفي باي ظرف اخذتيه وباي ظروف اخذتيه باول عهده للعماد عون لما بيجي بيقول لهم بهذا العهد يلي في استقرار مالي بليزوموا كذبة ولكن استقرار مالي استقرار مالي يعني هو استقرار كذبة أوكي. في استقرار مالي بيعرف العماد عون انه الحاكم متحكم بهذا الاقتصاد الريعي ومتحكم بالسيستام المصارف بلبنان متحكم فيه تحكم ولكن بيجي بأول عهده بأول تركيبة لما كل الأطراف السياسية من دون استثناء وكل دول العالم المؤثرة بلبنان من دون استثناء بأول عهده لرئيس جمهورية بيقولوا له انتبه اوعى تدق بحاكم مصرف لبنان هلأ بأول عهدك بتنهار الليرة بأول عهدك بيجي بيقول لهم اوكي من عينه ولكن من ضمن يقدر يمشي بسيستام ماشي
نمشي نطور الاقتصاد نتوسي. دونك عمليا بالوقت والظرف بهيداك الوقت اذا اخذنا لهيداك القرار تنقدر نمشي البلد تيجوا بتقولوا لنا انتم عينتوه. لو اخذنا عكس هيدا القرار وهر للليره مثل ما هلا اتبرهن انه هو متلقط برقاب كل الناس، كنتوا قلتوا ميشيل عون لانه طيروا لرياض سلامي بوقتها طارت الليره. ما هو متحكم، ما هو متحكم بالليره ومتحكم برقاب الناس، متحكم بالقبل ومتحكم من 30 سنه لليوم. طالما متحكم هالقد نحط العماد عون امام القرار. انتبه الليره بخي هو متحكم ولا لا؟ هاي السياسات كلكم موافقين عليها، هيدي سياسات اسعار استقرار، سعر صرف الليره، هيدي محطوطه بالبيانات وهيدي نحن عهد العماد عون. عم تحكيني على العهد انت؟ لحظه، ما هي ما كان يتجدد بيانات مع العماد عون العماد عون بال94 وال95 حكي عن السياسات الاقتصاديه الريعيه يلي بتحول البلد غير منتج بال94. العماد عون حكي عن الحماد عون حكي عن التدقيق الجنائي بال94 وبال96. نحن كثير بنعرف كثير منيح كثير منيح حاكم مصرف لبنان مين متلقط فيه وليش متلقطين فيه. مين متلقط فيه؟ هذا السيد هذا بس مين متلقط فيه وليش متلقطين فيه؟ ما زال عم تحكي هيك الامور. كيدون اردن يا حبيبتي. اوكي عال مين كيدون اردن مين المطلق؟ كل هيدي المنظومه اللي عم تحكي عنها مين يعني سميهم؟ ما تشمل المنظومه. انتم مش انتم خارج هذه المنظومه يلي مش متلقطين برياض سلامي حاكم مصرف لبنان؟ يا حبيبتي مين اني هلا بتعرفي ليه مش عم سمي؟ ليش ما عم تسمي؟ بتعرفي ليه عم سمي؟ بخاف انسى حدا. عال ما بتعتلها معك كل الوقت. لا ليش؟ لا وحياتك بخاف انسى حدا. ما ولو ما بدك تسمي عم بتقول كيدون اردن. صدقيني مين؟ صدقيني بخاف انسى حدا. منصور فاضل هولي ما صدقيني. لا سمي من اليوم متحكم. ليكي رح اعطيك اياها بالمقلوب، رح اعطيك اياها بالمقلوب، خلي الراي العام يقول. ليه مش انت خلينا لك اياها بالمقلوب. ولو خلينا لك اياها بالمقلوب. يلا يلي عم بيقدر يتهجم على حاكم مصرف لبنان هذا حاكم مصرف لبنان مش قادر يتحكم فيه. انه انتم بس حاكم مصرف لبنان يلي عم بيتهجم على حاكم مصرف لبنان فيه. حاكم مصرف لبنان مش قادر يتحكم فيه. يعني الرئيس مئاتي ما سمي اللي بدك اياه. لحظه انا عم بسالك روق. ما انت ما بدك تحكي، خليني انا اسال. ما بدي سمي انا حدا، خلص الرئيس مئاتي التيار الوطني الحر. التيار الوطني الحر برئيسه تخيلي رئيس التيار الوطني الحر عم بيقدر يتهجم على حاكم مصرف لبنان وبقيه الناس ساكته. خلي الراي العام. انا لو لقطني حاكم مصرف لبنان بقدر احكي عليه؟ بس هلا بقدر احكي عليه بس انه يقال ويؤخذ عليكم. يؤخذ عليكم هذا الهجوم جوال جوال. الراي العام عم يسمع. الراي العام عم يسمع. الراي العام عم يسمع. كل مين بيتجرأ كل مين بيتجرأ يجيب راي. ما بدك تخليني اسال. كل مين بيتجرأ يجيب سيرته لحاكم مصرف لبنان. طيب. حاكم مصرف لبنان مش لاقطه. عال كثير منيح يؤخذ البقية الكل الساكتين يعني الشبهات عليهم. الرئيس بري، رئيس مئاتي، رئيس حزب القوات، عم تقصد يعني يلي بيجيب سيرته لحاكم مصرف لبنان اللبنانيين انزلي قاعده بالدكاكين وعلى الطرقات الناس شو بتحكي عن حاكم مصرف لبنان؟ هودي المعترين بيجيبوا سيرته. طلعي ليفل اعلى. امين عام حزب الله متمسك بالحاكم والله مثل ما بعتقد. لا مثل ما بعتقد لا، لانه اصلا بمقدماتهم باخبارهم عم بيطالوا. ما بعتقد حاكم مصرف لبنان متلقط بمصريات حزب الله. ما بعتقد. بس تركيا للراي العام انا ماني مدافع لا عن حزب الله ولا عن غير حزب الله. انا عم بقول بشكل عام. طيب ما زلت يلي جايب سيره حزب يلي جايب سيره حاكم مصرف لبنان هيدا مش ملقوط. أوكي. يلي ما عم يجيب سيرته عم بيفتح حوله شبهات. يا يطلع يبرر يا يطلع يدافع عنه يقلنا انتم عم تظلموه يا يطلع يقول خيار. ليش فتحتوا هذه المعركه يا استاذ؟ لانه هذا لائق مصريات الناس. انا بدي كفي سؤال. حاج كذبوا على حاج كذبوا على الناس تقولوا لهم احتلال مش انت مش انت اوكي سوري حاج كذبوا على الناس برمت او انت حاج كذبوا على الناس تقولوا احتلال ايراني وسلاح حزب الله. سلاح الوحيد المتحكم هلا بعقول ورقاب وافكار اللبنانيين قبل الانتخابات هو اللي لقط لهم مالهم اللي لقط مصريات الناس. تلقط مصريات الناس بتتحكم بعقولها. اليوم هيك صارت. عم بيخوضوا هيدا الانتخابات على هيدا الاساس. عم بيخوضوا الانتخابات بالمال وبتجويع الناس وبيذل الناس. ما عم بيخلوها تروح تفكر لا بالسياسه ولا بالمستقبل ولا ببناء الاوطان. عم بيجربوا عم بيخلوهم يفكروا بتنكه البنزين وبلقمة العيش وبالحصة الغذائية وبالنقل وبالمصاريف تبعهم. هيدا مين بيكون حاكم لبنان؟ مين بيكون كامش المال تبع لبنان؟ ما كون أنا كامش مصريات الناس. يؤخذ عليكم أنتو كفريق التيار الوطني الحر أو فريق العهد فتحتوا هذه الهجوم على حاكم مصرف لبنان على أبواب انتخابات
يعني من بلشت الثورة تعاظمت الأمور، فتحنا معركة حاكم مصرف لبنان لأسباب معينة. عم قلك شو عم ينقال من قبل أطراف أخرى، لا تكسبوا أكثر شعبيا، وأنتم عارفين انه طالما هيدا الحكي عم بيكون انه الحاكم متحكم فيكم والحاكم داير كل الخبريه، بس انت بتعرف انه لا، مش الحاكم هو المتحكم. بعدك عم بتقلي كيدون اردون، بعدك عم بتقلي استاذ منصور كيدون اردون، يعني حسب اهواء السياسيين ايام يتصرف حاكم مصرف لبنان، لانه يجبر على هيدا الامر. وشفنا اللي صار بمجلس الوزراء عقد الاستقراض ما بين الدوله ومصرف لبنان، طلب تغطيه قانونيه، كل مره بيطلب تغطيه قانونيه بحوره بيدوروا بالاخر بيرجعوا. في عنا موضوع غير الحاكم اليوم، لا إيه بس قال لي الله يعينه معطر، خلص معك معك خلص معك تجاه الراي العام، بدي اقول لكم خلص معك انا عم ناقشك وبدك تناقشني بالادله، زلمه معطر زلمه معطر، جيبوه من الماريلاند سنه 94. ليش ما بدك تخليني؟ خلص عم بعطيك حق، زلمه معطر ودرويش وهو لا 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 متلقط بمصريات الناس ولا بيتحكم بالتعاميم. خلص فتحتوا هذه المعركه لانه عم نجرب نجيب الصوت أبواب انتخابات، لأنه يعني انت في عالم عم تسمعنا، يعني كمان طبعا وانا عم جاوبك بس انه مش عم استخف يا جوال، ما انت كمان خلص لانه الناس شغله، لانه حاج بقى ندافع يعني. ما انتوا عم عم بسالك جاوبني انه السبب مقنعتي، السبب جوال يا سيد جوال يا سيد جوال، لانه من 17 تشرين لليوم نعم اللي صار بمصريات الناس والتحكم بموضوع تهريب مصريات الناس، واللي صار بموضوع تعرقوا الشركات التدقيق الجنائي، اوكي، هيدي المنظومه يلي راكبه يلي اسمها، انا كلمه منظومه ما بحبها، ابتسمتي انا حسيت حالي غلط، لانه انا ما بحبها، انا ما بحبها، لاني عم انتوا جزء من هذه المنظومه، قلنا ايه ولا قلنا خليني اكفي لك، لا لا فشر حدا بيقول عنا نحن من ضمن المنظومه، كيف يا فشر؟ خلص هلا بقول لك فشر، لك لو انا بالمنظومه بسترجي احكي هذا الحكي عندك، لو انا بهالمنظومه بسترجي احكي هذا الحكي عندك، بتحدي لحاكم مصرف لبنان قدامك يطلع يقول بالتيار الوطني الحر مين هرب مصرياته، اصلا اللي هرب مصرياته بده بيرضى للحاكم. مش ناطرين الرئيس غادة عون لحتى هي تقول، ليش مين عم بيعلق غادة عون؟ بس لحظة يا استاذ منصور، يا سيد جوال فينا نطلع من الموضوع للزلمة، خلص الزلمة زلمة لا متحكم بمصريات الناس، زلمة معتر درويش، ونحن عم نحن عم نستغرب عن جد، يعني عدد من اللبنانيين بيصدق الشعب اللبناني مش ناطر يقولوا تقولوا له مين هرب الأموال وحول الأموال، لأنه كانت الرئيسة غادة عون قايلة أنه في ملف كبير يا حبيبتي، في خمس مصارف لليوم مش عم يعطوا المعلومات لليوم. أنت منك عارفة على المصارف يا حبيبتي، لا شو عم برجع بعدلك، في بلبنان دولة عميقة فيها نواب وفيها وزراء وفيها إعلاميين وفيها رجال سلطة وفيها رجال اقتصاد وفيها رجال أمن متحكمين بمفاصل هيدي الدولة، وعلى رأسهم كيدون أردون، بدك ما بدك أنا هيدا رأيي. من ضمن كيدون أردون رئيس مجلس النواب نبيه بري، برأيي الرئيس بري من الأشخاص المعرقلين لكتير من الأوانين تنقدر نضغط على هيدي اللعبة ونكشفها. عال بالتأكيد تحالف معه شو اليوم؟ خلينا نحن نرجع نفسر التحالف. لا يا سيد جوال، نحن متحالفين، ما فينا نقول هيك، وبدي أسألك أنا اليوم نحن متحالفين، لا لأنه عم نفسره كتير للناس، رح نرجع يؤخذ عليكم من حتى من جمهور التيار. نحن متحالفين، نحن متحالفين انتخابيا انتخابيا وبالموضوع استراتيجي مع حزب الله. لحديت هاي اللحظة، لهي اللحظة نحن وأمل ما في حديث لا بالأصوات ولا بتقاسم الأصوات ولا بتوزيع الأصوات، نحن وياهم على الإطلاق صفر. بس خليني شيل معلومة جدا مهمة، رئيس بري دعا إلى جلسة نيابية الخميس المقبل للنظر بطرح الثقة بوزير الخارجية، وهي بدنا نتطرق لحالة يعني هيدي استجدت هلا. وفي اشاره كمان اشير الى انه مجلس الوزراء منعقد في قصر بعبدا بجلسه استثنائيه لبحث موضوع زورق الموت، يعني مع الاسف وتداعيات هذه الفاجعه، وتم استدعاء قائد الجيش ومدير المخابرات وقائد القوات البحريه الى جلسه الحكومه لتقديم تقرير عن حادثه غرق الزورق والتحقيقات الاوليه. اذا قائد الجيش يحضر هذه الجلسه، مدير المخابرات، قائد القوات البحريه، راح تنضم لنا بعد شوي الزميله
جويس نوفل اللي هي بقصر بعبدة لمتابعة كل وقائع هذه الجلسة. بدي أطلع فاصل معك وأواصل برايحك هيك شوي من حدية هذه المواقف وشكلك معصب. خليني أطلع فاصل. لا ماني معصب. وأنا لا بس لا أنت حبيبة قلبي بس مش معصب بس لأنه هذا موضوع صار عند اللبنانيين بشكل عام مستفز يعني آخر شيء. عم بتقول انه مستفز حتى التحالف استفز. لا صار مستفز عند الرأي العام. طيب. وعند الطياريين والعونيين يلي صار الدفاع صار مفتكروه ضعف. خلينا نفوت يعني التعدي على كراماتنا والتعدي على شرفنا بالانتخابات. اوكي بقى هيدا صار في له حدود جوال حتى بموضوع الاعلام. لما بنطلع بنبقى خايفين من الاعلام او خايفين من الاعلاميين او خايفين. ليش في بعض خائف من الاعلام؟ لا بس خليني كفيلك رجال السياسه بشكل عام بيبقوا عتلانين هم شو بيقولوا وشو ما بيقولوا وشو لازم نقول وهون جرحنا شعور وهون ما جرحنا شعور. هم. انا ما بعتل هم شيء. بتعرفي ليه؟ ما بدك يكون عندك طموح؟ لانه نهار عندك طموح سياسي. اذا عندي طموح سياسي بالكذب على الناس ما بدي اياه. ونهار اللي بقول الحقيقه اللي انا ما اقتنع فيها وبدافع عنها بطريقه رايقه او بطريقه شرسه ولكن بالتاكيد بطريقه مهذبه. هلا عم بتجرني قبل الفاصل لكتير أسئلة انطلاقة من أجوبتك. يعني في أشخاص ضمن هذه البيئة عم بيكذبوا على العالم؟ لا بيعتلوا هم الصوت وبيعتلوا هم الثورة ضمن التيار الوطني الحر. بتعرفي هو الدنيا كاركترات طبعا في ناس مش بيدروري يكذبوا في ناس بيسيروا في ناس اذا اعلامي هيك طلع عليهم بيصيروا يقولوا لا هذا اعلامي وفي هوا لازم خاف. واذا حدا تعدى على كرامه ناسنا بيقدروا يقولوا لا انا لازم اكون موضوعي. انا بالنسبه لي الموضوعيه حدودها وسقفها هي الحقيقه او الحقيقه اللي انا بدافع عنها. بركي لانه مش مقتنع ترجع اكزاكتلي مش مقتنع مش مقتنع بمسار طويل من النضال بمسار طويل من التعب والجهد. مش اوكي عنده حل من اثنين. او يقاتل جوا تيغير هيدا النهج ويروح باتجاه المطرح ما هو مقتنع او انه يترك. بس انه يطلع على الاعلام يصير خجول ومستحي من التعدي على كرامة الطيار. كرامة الطيار ليش مين بتعتبره من زملائك؟ ست جوال لا أنا عم بحكي بشكل عام هلأ البارف اللي عم بقوله لأنه كنت هلأ قبل ما أجي لعندي كنت بجلسة عم بشرب قهوة بدكانة عند حدا من أصحابي عنده دكانة قاعد عنده عم بشرب قهوة بفوت شاب بيقول لي هيدا كان عوني وبعده عوني. قلت له شو قصتك؟ قال لي بتعرف عم بستحي أقول أني عوني. قلت له انت لازم تطلع هلا بالشارع تركض وتخبر كل الناس انك عوني وباقي وتشوف حالك. بتعرفي شو خلى هيدا الناس تصير هيك؟ استاذ مصطفى جزئين بيخلينا اللي في احباط عند جمهور. ما في احباط في عصب. وينو عصب الناس؟ وينو عصب العونيه؟ عشو من مين خايفين؟ خايفين في عندكم ميشيل عون رئيس جمهوريه لبنان؟ في عندكم تيار وطني حر مقضى حياته يناضل؟ من شو خايفين؟ من شويه زعران وشويه كذابين اشتروا عليكم؟ بيقول لك في جزء بيقولوا في عصب التيار. ما في جزء لسانهم هن انه نحن تاملنا الكثير ويعني ما لقينا شيء. هيدا كذب هيدا كذب. خلينا مصاري المصاري اللي انكبت ثلاث شوي سمعت رئيس التيار الوطني الحر والمصاري اللي انكبت بالاعلام. اعلام له سنتين ونص ما بيعمل غير جبران بيسيل والتيار الوطني الحر ملايين الدولارات عم تنكب لتشوي سمعتنا. مين عم كيف بتقوميها غير بالعصب؟ مين عم بكب الملايين لتشويه سمعتكم؟ يا عمي والله العظيم ما بعرف. يا عمي انا علي اسال انا ما علي جاوبك انا ما بعرف اسال الاسئله انا بسال الاعلام كله تجيب. انا بسال هالاعلام بسال عن جديد اللبنانيين. هذا الاعلام اللي فاتح الهوى ليل نهار للسباب والشتائم من سنتين ونص لليوم ما بتسالوا من وين جاي مسؤولياته؟ يعني انا دائما وهيدا اللي مغطى لانه بتخافوا لانه بتخوفونا من الاعلام. انا ما بخاف من الاعلام. انا نهار الاعلام بتعرض له لا سمح الله بقله الادب
بطلوا طلعوني معكم. بس ما خسر انا ماني قليل ادب، انا بدافع عن حقوقي. نعم. انا مش حس اليوم انا ما بتطلعوني بمناظره سيد جوال، انا ما بتطلع انا الاعلام ما بيطلعني معه اوكي تخاف منه، انا بطلع مع الاعلام تعطي وجهه نظري اللي الاعلامي الجيد والممتاز مثلك لازم يعكس راي الناس. عال هيدا شهاده انا عم بعكس والمصاري والمصاري ترجع لك على موضوع المصاري تما انسى يلي غطى كل الاعلام وكل التلفزيونات على فتره سنتين ونص بس تيشوهوا سمعه جبران بيصير والتيار الوطني الحر والعماد عون. كمان بيقدر المواطن يطلع من 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 طرابلس من شكه وصولا لاخر لاخر بيروت يشوف هالاعلانات يلي عم تنحط. هلا هيدا اعلانات عم تحكيني اعلانات مصاري بس عم نحكي مصاري انتخابيه عم بس عم نحكي مصاري بس عم بحكي موضوع المصاري عم بقول لك المصاري اللي عم تنكبت شوي سمعتها عم بقول لك المصريات اللي عم تنكبت. ليش حسيتوا حالكم بهالاعلانات الانتخابيه انه بدنا نرد السياده بدنا نحرر الدوله؟ ليش حسيتوا حالكم معنيين؟ هلا انا بعد هلا ما بلشت ما بلشت ناقشك بالمحتوى تبع الاعلان. خلينا نطلع فاصل. انا ما ناقشتك بمحتوى الاعلان، عم ناقشك بكميه المصاري يلي عم تنكب على الاعلان. فاصل واواصل هذه الحلقه مع منصور فاضل. لحوار اليوم معك استاذ منصور فاضل نائب رئيس التيار الوطني الحر لشؤون الشباب. مش الحال رايق من كف الحلقه. انا اصلا والله رايق شرفي رايق بس والله انا رايقه معك كثير مع لا. عم بتركك هيك تحكي و مرسي. وتسترسل ب مرسي مرسي اهلا وسهلا. ما هو هيك بيكون الضيف لا بتتركوه يحكي بس بيجاوب كمان بيخلي المحاور يسال وبيجاوب على الاسئله. ما انت اساليني سؤال هيك اتركيني انا اجاوب. وهربت من كم سؤال؟ ابدا ولا سؤال. موضوع خلينا نفوت. ما بقبل انت تركب على الناس. ما هربت ولا سؤال. هربت. بس انا بترك الناس تفكر ايام افضل ما انه هيدل هيك طبعا لا بترك طيب. بسال اسئله مع طول ايام تسالي سؤال هو الجواب. اوكي انتخابات استاذ منصور تما يغلبنا الوقت ومعك كل بدي اتوقف على كل كلمه مشان هيك خليني نفوت دغري انتخابات. أول سؤال بديهي يمكن كتار من العونيين أو التيار الوطني الحر بيسألوك أنا حأطرحه اليوم، ليش ما ترشحت إلى الانتخابات النيابية طالما عندك هذا العصب، طالما شايف أنه البعض يمكن بيخاف من الإعلام، عندك يمكن علامات استفهام على بعض الزملاء اللي ترشحوا في المتن أفضل من منصور فاضل؟ أول شيء أنا بصراحة هذا سؤال يعني بتركه بوقته قايل قبل بمرة بدي أرجع عيده بكل صراحة. أنا بالنسبة لإلي لهاللحظة أول شيء رح فسر في ثلاث أنواع من الناس. النوع الأول يلي بالنسبة له شايف حاله هو وانكسر القالب، يعني أنا خلص أنا كل شيء. هيدي طبيعة من الناس، أنا كل شيء، أنا بقدر أكون رئيس جمهورية، بقدر أكون نايب، بقدر أكون إذا مش ماروني بيقدر يكون رئيس مجلس نواب إذا هيدي الأطشة السياسية لا 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 لا، هي طبيعة ناس بيقدر بيعتبر حاله هو السانتر دو موند وبالنسبة له كل الدنيا بتتمحور حوله، هيدي طبيعة من الناس. في طبيعة تانية من الناس بيعتبر إنه وجوده وحضوره بمواقع مثل النايب أو وزير أو إتسيترا بيقدر يخدم فيه بيخدم فيها القضية يلي هو بيأمن فيها. نوع ثالث من الناس بيلغي حاله بيلغي حاله كرمال القضية اللي بيأمن فيها. بعدني أنا لهاي اللحظة لل 2022 بعتبر أنه أنا مستعد إلغي حالي لسببين. السبب الأول لأنه في ناس كفؤين وجيدين وإن شاء الله الله يوفقهم، دونك أنا مني بصدد أعمل صراعات معهم حول هذا الموقع. والسبب الثاني وكمان بالنسبة لي أساسي أنه أنا مني حاليا جاهز تأني أعمل معركة نيابية لميت سبب وسبب. إن شاء الله يوم من الأيام عرض عليك. ليش؟ لا أنا ما بدي حدا يعرض علي، وأصلا بالطيار ما في عرض، في آليات في آليات. إيه أنه ما ترشحت يعني أنا ما لا, لا 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 كان عندي النية، ما فكرت فيها مع حدا وما حكيت فيها مع حدا، حتى ما فكرت فيها مع حالي. والناس المقربين مني كتير وأشخاص من العايشين معي كانوا يقولوا لي منصور أنت بدك تترشح النيابة، هني ما كانوا يعرفوا، كنت أقول لهم لكل حادث حديث. لآخر لحظة أنا أخذ قرار أنه أنا ما بدي أترشح النيابة لهالأسباب كلها. أنا بقول لك لا 22 كنت أعتبر أنه أنا التضحية بالذات كرمال
كل القضية أنا ماشي فيها. بعتقد صار لازم نفكر إنه هاي القضية منقدر نخدمها بطريقة أفضل إذا منقاتل بأشخاص مناضلين. يعني المواقع يلي طبيعته للإنسان مناضل وشرس وما بيخاف من الحقيقة صار لازم تكون بالسلطة. وهيدي نظرية تكنوكرات نزعت السياسيين يلي صاروا يفضلوا حالهم يشبهوا التكنوكرات ما يشبهوا السياسي. وهي نظرية لازم ترجع تنكسر، لأنه هيدي نظرية التكنوكرات هي نظرية بشعة فاتت على الحياة السياسية بتدمر مجتمعات. المجتمعات بتتطور ببناء الأحزاب، ببناء ناس طبيعتها مناضلة، والمناضل ما تخافي منه، لأنه المناضل منه تكنوكرات. بيقدر إنسان طبيعته مناضل ويكون تكنوكرات. أوكي. بيفهم بملفه. أنا رجاء لما أفهم خطأ، أنا ما عم أقول ما لازم يجوا المناضلين أبدا، والمناضل عنده قضية، والمناضل طبعا يحق لإله أنه يكمل هذه المسيرة السياسية. بس دايما في بعض هيك الأجواء أنه في عقدة المناضلين. طيب في حقبة في بعض ناضل فيها، في حقبة يمكن ما كان في عالم مناضلين على الأرض، بس في عالم وقفت إلى جانب رئيس الجمهورية، إلى جانب رئيس التيار، وقفت سياسيا، وقفت معنويا. وهيدا العالم يعني مش كل واحد منه مناضل ما بحق له أنه يخوض غمار المعركة السياسية إلى جانب حزب لو عنده هذا الحزب مناضلين. صح ولا غلط؟ 100% اللي قلتي كتير صح، بس يا ريت بترجعي عشو قلت أنا. أنا قلت اللي طبعه مناضل. فرق كتير كبير بين اللي قلته وبين اللي هلأ وضحتي. ليش شايف في عالم اليوم بمراكز؟ تعرف شو طبع المناضل؟ ايه رح أعطيك شو طبع المناضل. شايف في عالم منا مناضلة مش خارجة تكون بموقع سياسي في التيار الوطني الحر؟ في ناس طبيعتها مش مناضلة، يعني أمام الاستحقاقات الصعبة بتتعب، أمام المواضيع الكبرى بتزهق نضال، ما بتفكري بحياتك أنت وعايشة قدي أنا حققت. فيك تقولي أنا قدي جبت لهذا البلد. المناضل قصدك مش بس على الأرض، أنت بتحكي بالمعركة السياسية. طبعاً الإنسان الطبع مناضل. يعني المرأة اللي بتقضي حياتها كلها عم تحرم حالة من 100 شغلة كرمال تربي عائلتها أحلى تربية، هيدي طبيعتها مناضلة. وفي مرة تبقى مش فرقانة مع عائلتها، بيلا بحالة وببسطة لها. هيدا الفرق بين امرأة مناضلة وامرأة غير مناضلة. أنا أتكلم دائما عن اللي طبعه مناضل مش اللي فات على الحبس. انتبه، لأنه في كتير ناس فاتوا على الحبس وطبيعتهم مش مناضلة. تتكلم شي بلسان حكمة ديب؟ ليه بدي اتكلم بلسان حكمة؟ يعني بتعتبر انه هو من المناضلين يلي اخذ موقف ما لها يعني علاقه حكمة ابدا ما تفوتي لي موضوع حكمة. مش عم فوت، بس هيك عرض استطراد. انا برجع بقول لك طبع المناضل حكمة ايه طبيعته، طبيعه انسان مناضل طبيعته مناضل. طيب برجع بقول لك ينتبهوا الناس، لانه انا ما عم بقول كل مين فات على حبس وكل مين وقف بوجه السوري بيجي بيقول لي بدي اعمل بكره وزير او لا مش هذا الموضوع. اللي طبيعته مناضل هذا انسان المناضل ست جوال. نعم، هو اللي بقلب بيته مناضل، بقلب حيه مناضل، بلم زبالة عن الطريق مناضل، اللي ما بيكب ورقة من الشباك إذا شاف حدا كب ورقة من الشباك بحس قلبه تخزق. هذا المناضل. المناضل يلي بيآمن بقصص مش بس ملموسة، يلي حياته بيعيشها طبيعته نضالية. أنا بقول الأوطان تبنى برجال ونساء طبيعتهم مناضلة. متى منشوفك مرشح إلى الانتخابات؟ إذا قررت أول شيء أنا هاي بدك قرار، أنا أكون مجهز حالي وحاضر. إذا خضت التجربة الحزبية أو الناس داخل حزبي ارتضوا أنه أنا أكون ممثلون، وبالتالي توحدي الرأي العام يرتضي أنه أنا مثله، ساعتها أنا بترشح ممكن أو لا. كمان في إلى ظروف المعركة وما أعمل مشاكل داخل الطيار دجا أنا يعني شغلتي من دون ما أترشح. لا شك والله ببصم لك فيها أنا هيدي. بانتظار أن تترشح، لمن سيكون صوت منصور فاضل بالانتخابات المتنية؟ اف 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 هيك بدك ياني على الهواء أقولها؟ نو لمح إذا بدك، إذا بدك تعطيني قلي باس ما بدي أجاوبك اليوم. أنا قبل المتن الشمالي وأنا ناس بعتقد بيقدروا أنا صوتي التفضيلي لمين، هن بيعرفوا مصاري
بيقدروا يقدروا صوت التفضيل. ما رح كف بس رح كفي انا مش ما بدي لا لمح ولا احكي شيء. هاي المعركه الانتخابيه بالمتن الشمالي، انتبهوا يا عونيين وانتبهوا يا طياريين وانتبهوا كتير منيح يا جونا، اوعى حدا يقلكن انكن ضعفتوا، اوعى حدا يخوفكن ويصير ينقصكن ويصير خليكن تعملوا حسابات. تيار الوطن الحر لازم يروح على معركه ثلاث مقاعد. نحن لازم نجيب ثلاث حواصي قادرين، مش اوكي لازم لازم رح اعطي بس بالواقع يعني مش قادرين. خليني اقول لك سنه 2005 اجى الرئيس امين جميل يطرح انه التيار الوطني الحر بالمتن الشمالي بيطلع له اثنين. نعم تبرهنت سنه 2005 انه نحن اخذنا سبعه وهن اخذوا مقعد. سنه 2007 زيت الجو خلقولنا اياه، اوعى كميل خوري بوج امين جميل بيتبهدل، ربح كميل خوري على امين جميل. سنه 2009 بيطلع ميشيل المر الله يرحمه هو بدنية الحق، بيطلع بيقول على الجديد، بيقول التيار الوطني الحر بيطلع له اثنين وسمالنا اياهم ابراهيم كنعان واللواء الله يرحمه معلوف، وهن بيطلع لهم سته، طلع لنا ستة لقلنا اثنين لقلون. هيدا الجو بيخلقوا لكم اياه يعني تتحبطوا. عم بتقول هالجو كل اللي عم ينحكى مش واقعي. روحوا خوضوا اول شيء روحوا خوضوا هيدي المعركه بكل شراسه وما تخافوا، روحوا على الثلاثه. بتروحوا على الثلاثه كنا بيروحوا على الثلاثه بس بتروحوا على الثلاثه بتجيبوا الثلاثه. انتم التيار الوطني الحر يا عمي يعني تعرفوا حالكم. يقال انك تقود معركه احدهم، بس خليني اطلع بس مع جويس نوفل الزميله من قصر بعبده واكمل هذا الحوار معك. جويس صباح الخير، هناك جلسه منعقده في بعبده، تفاصيل اكثر معك، هل فعلا تم استدعاء قائد الجيش ومدير المخابرات لوضعهم بصوره يعني التقرير يقدموه عن موضوع زورق الموت؟ تفضلي. صباح الخير جوال لألك ولضيفك، أطشكن على الانتخابات، لكن جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية اليوم فرضت حالة. هذه الجلسة اللي عنوانها الأساسي هو غرق الزورق في منطقة طرابلس والضحايا اللي سقطوا، وأيضا هذه الحالة وحالة التهريب غير الشرعية اللي عم بتكون أكتريتها من طرابلس، والموضوع الأمني المرافق لهذه التداعيات هن الحاضرين الأبرز على طاولة جلسة مجلس الوزراء اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، يلي استهل هذه الجلسة بالوقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا يلي سقطوا جراء حدث غرق هذا الزورق في طرابلس. خليني أقول جوال أنه في هذه الجلسة تم استدعاء بالفعل قائد الجيش ومدير المخابرات وقائد القوات البحرية لوضع مجلس الوزراء في التقرير الأولي حول التحقيقات ومرافق هذا الأمر، إن كان الأحداث الأمنية إن تداعيات يلي حصلت في طرابلس تزامنا مع غرق الزورق وكل مقام فيه الجيش اللبناني في ذلك الحين من مساعدة لإنقاذ العدد الأكبر من الضحايا. سيضع القادة يعني إن كان قائد الجيش وإن كان مدير المخابرات وقائد القوات البحرية على طاولة تفاصيل والتحقيقات الأولية حول هذا الأمر. أيضا لابد من الإشارة إلى أنه بحسب المعلومات سيتم التطرق في هذه الجلسة أيضا جوال إلى المواضيع الأمنية الأخرى، إن كان إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان وإن كان أيضا ما يرافق الانتخابات النيابية، نحن على بعد أيام من 15 أيار والتحضيرات الأمنية تباعا لهذا الاستحقاق الانتخابي. هذه هي الأجواء الأولية أولية عن مجلس الوزراء. أيضا لابد من الإشارة إلى أن هناك بعض المعلومات وفق بعض الوزراء أنه يمكن أن يطرح مساعدة، الحديث عن مساعدة ما من قبل مجلس الوزراء سيتم تقديمها إلى الضحايا في طرابلس. لا شيء مؤكد حتى الساعة، ولكن هذه معلومات كان يتم الحديث عنها قبل الدخول إلى جلسة مجلس الوزراء. أكيد مزيد من التفاصيل رح نكون فيها معكم مباشرة من قصر بعبدة. طبعا شكرا لك زميلي جويس نوفل، اكمل انا وياك هذا الحوار. استاذ منصور كنت عم اقول لك انه يقال ببعض المجالس ببعض الكواليس انك تقود في المتن معركه احد المرشحين، يعني انا ما بدي فوت. يقال انه منصور فاضل يخوض معركه ايدي معلوف. اها على العال قلتها، يلا ايه شو صح ولا لا؟ اوكي اول شيء بالرغم من انه صديقي ومثل خيي وابن شهيد وعمو اللواء معلوف، هيدي بمال
ومعركة بوجه القوات اللبنانية عم بيفرضوها علي شيء تاني. أنا بالنسبة لي يعني عم بتقر إنك تخوض معركة أنا عم خوض معركة المتن. أول شيء خليني كل أنا عم خوض معركة الثلاثة ثلاثة تون لأنه اللي عم بيقتلون ثلاثة تون وعم بيقتل التيار الوطني الحر هو اللي عم يشوه لنا سمعتنا، هو اللي قطع الطرقات على الناس، هو اللي امبارح ضربوا لوزير الطاقة، هو اللي عم بيشوه سمعتنا، هو اللي عم بيقول نحن إيرانيين ونحن حزب الله ونحن خاضعين للسلاح، واللي عم بيكذب على اللبنانيين واللي عم بيضعف المسيحيين واللي قتل الناس. أنا عم بخوض معركة ضد اللي فرض علي معركة، أنا عم بخوض معركة الثلاثة، أنا هيك بخوض معارك السياسية، أنا عم بخوض معركة سياسية. إيه لو ما ترشح ايدي معلوف إيه لو ما ترشح ايدي معلوف يعني شو بنقول لهم للقوات اللبنانيه؟ ترشحوا 3 طن انا معهم 3 طن وبشراسه معهم 3 طن. صوتك حيكون لتفضيلي واحد. انا انا باثر يعني بشكل انتخابات عندك أنا شويه ابدا انا عم خوض معركه يعني. 3 وهودي لازم يربحوا 3 طن. رح تربحوا 3 بالمتن؟ لازم نشتغل تنربح 3، لازم نشتغل ونشتغل بدقيه. رح يصير في تقسيم اصوات؟ إذا نحن بكل صراحة نحن عم نخوض المعركة السياسية، المعركة السياسية عند الرأي العام هي الأساس يلي بتعلي لك الحواصل، لأنه الناس وهون القصة كلها مقابيل المال ومقابيل الكذب والتعدي فيك عندك حلين، أو تستسلمي تقولي خلاص نحن بلا هالسياسة، أو تواجهي بعدتك. انت شو العدة اللي عندك اياها؟ شو العدة اللي بتقدر تواجه فيها الناس؟ بتقلي ما عندنا عدة ميل، يعني بدك تقلي نحن ما عندنا ميل انتخابي، صح؟ يعني اسألوا الناس. اسألوا الناس. اسألوا الناس اذا نحن عندنا انا باللحم الحي عم نخوض هيدي المعركة. طب اتهمت رئيس حزب القوات والقوات بس خليني كفي لانه هون اذا اتيناها ما فينا نقطع لا كفي لانه كفي لانه فضل. كمان ما بدي شوه ما انا بدي خوض معركة الثلاثة وهيدي المعركة نقدر نخوضها لثلاثة تون اوكي بمقابل هالشراسه اللي بوجهنا بدك تخوضيها بالسياسه وبالسياسه بتخوضي ناسنا ناسنا بيشتغلوا سياسه وعقلهم بيفكر سياسه والمتنيين ناس بيفكروا سياسه المتن طول عمره معقل السياسه ومعقل الاحزاب ومعقل الفكر السياسي والنضج السياسي نحن عم نخوضها هيدي المعركه بالسياسه فرضت علينا بالسياسه وعم نخوضها بالسياسه تنقدر نجيب ثلاث حواصل بس نجيب ثلاث حواصل تقسيم الأصوات ساعتها بيصير ثانوي ساعتها بنحافظ عليهم 3 تون إذا شفنا أنه لا الجو منه 3 ساعتها الأصوات بنشوف كيف تتوزع بس عمليا أول شيء عليك تخوضي المعركة السياسية يلي على أساسها بتقولي أنا بس مش بتبلشي نحن ما عنا غير 2 وكيف بدنا نعمل ويا الله وشو قولكم ليه حبيبي ما عندكم غير 2 انتوا الرقم الصعب بالمتن من 2005 لليوم يعني غالبيتهم بيقولوا لك انه صعب الحاصل الثالث منه مستحيل بس صعب يعني خلينا احباطي لانه عاطينهم نفس للناس احباطي كل المستطلعين عم يعطوا لانه ايه يا عمي ايه هذا مش جو الطيار انا بعرفه للطيار انا بحكي عالم مستطلعي بتعرفي انه انا من مؤسسي التيار الوطني الحر وبالمتن الشمالي وفايت عليهم بيت وبيت وضيعه وضيعه وبعرفهم بالاسم من برج حمود لمجد الترشيش بعرف ناسنا لا تحبط نحن خضنا انتخابات بال2005 تسونامي بال2007 ربح كميل خوري عميل جميل بال2009 ربحنا عميشال المر وامين جميل والكتائب اللبنانيه والقوات اللبنانيه لما تحالفوا كلهم سوا تيار الوطن الحر لا يحبط يروح في شباب بالتيار لما بيطلع لما كل النهار بنطلع بننق عليهم بننق لهم رح يطلع لكم 2 ويا الله وشو فينا نعمل ونحن ما بيطلع لنا غير 2 هذا شو هذا الجو روحوا خذوا معركة الثلاثة يعني عم بيقولوا لي بس معي دقيقتين وعندي بعد آلاف الأسئلة عم تنتقد القوات اللبنانية وعم بتقول عم بيكذبوا على العالم حرام يعملوا حرام لحظة بس القوات اللبنانية في المعارضة يعني طلعت أي معارضة طلعت من هذه بس لحظة طلعت من هذه السلطة قعدت على جنب وشافت وعم تنتقد يمكن حقها بأماكن هي تنتقد وحقها تخوض معركة انتخابية ما أنت بتعرف اليوم في معركة هي مصيرية خاصة على الساحة المسيحية يقول رئيس حزب القوات اللبنانية القصة هي قصة كرسي بين العم وصهره ويلي نزلنا على جهنم ما في طلعنا على الجنة يقول لي هو بكره بس تخلص هيدي الانتخابات ويجيب فيها أكترية لا سمح الله اول شيء ما عنده أكترية مش ممكن ياخذ الأكترية أكترية شو أكترية المسيحيه النيابيه اخذ يا اخي لا سمح الله لا سمح الله لا سمح الله نعم. اخذ أكترية أكترية مسيحيه ليش لا سمح الله
يعني ما بحق له، لانه حرام للمسيحيين ياخذ اكتريه واحد مثل سمير جعجع، حرام للمسيحيين، بس ما بحق له كمان، بخي بحق له، بحق الناس، هذا اخر شيء قرار الناس، بس حرام للمسيحيين. انا بزعل على بقاء المسيحيين واستمرار المسيحيين. بقول لكم الهجره المسيحيه، اي هجره مسيحيه؟ شفنا امبارح نموذج، شفنا امبارح نموذج، بضلهم يعد اي وزير بد، اي نوع وزير بدهم. اجا وزير ادمي ما بيمشي معه بدي جارديه تكنوقراط، عايش هاي الحياه، بطلب لك التمديد، عايش هيدي الحياه الطبيعيه، ما بيمشي معه أمن وبادي جاردية. نموذج القوات اللبنانية دفشوه على الحيط للزلمة، يمطوه على وزير، أي نماذج؟ هلا أي... تم التأكد يا حرام يا حرام إلى القوات يا حرام هالمسيحيين، إذا خياراتهم كانت القوات اللبنانية أكترية، أسرع أكترية شو؟ أكترية شو؟ يروح يشوف، يروح يشوف هو هو وسامي جميل قد عم بيتقبروا على الصوت بالمتن الشمالي، صراعه هو وسامي جميل بالمتن الشمالي، بيضحكوني، بيطلعوا اثنيناتهم بيسبوا حزب الله، اثنيناتهم بيسبوا الاحتلال الإيراني، بيتقبروا 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 على الكوع على الصوت. هن عنده وجهة نظر، بعض الأطراف العونية إيه عندهم وتشاطرون الرأي انه سلاح حزب الله، هيدا عم قلك البعض رايحين يقعدوا مع حزب الله، هو يلي اوصل قلبي، هن بس بدهم يزيحوا عقدتهم ميشيل عون وعقدتهم التيار الوطني الحر، هن رايحين يقعدوا مع حزب، كيف بدهم يكملوا؟ يا حبيبتي اعتبري ربحوا الانتخابات النيابيه، مش انتم كمان عقدتكم عم بتقلي عم بشراسه، بس خليني اكفي لك حزب الله، خليني اكفي لك، خليني اكفي لك القوات اللبنانيه، اعتبريهم ربحوا الانتخابات النيابيه، اوكي جابوا اكثريه. نعم، شو بيعملوا؟ كيف بيألفوا حكومه بلبنان؟ ما بدون يحكي مع حزب الله، وبس يخبرني كيف بده يشيل سلاح حزب الله. نحن فينا وبدنا وبدنا وفينا، انت بدك شو؟ عندهم خطط يمكن يطرحون، مثل هيدي الخطه اللي قال بنحكيك فيها بعدين، اي خطط؟ ما عنده شيء، عنده كراهيه وحقد، يعني عنده كراهيه وحقد وتحريض على السلاح والتيار وحزب الله وايران، تجيب شويه اصوات، مفكر حاله بهيدي شويه اصوات بتعملوا رئيس جمهوريه، هل قد حده لتجيبوا اصوات؟ ما هلا بعدك عم بتقول يعني نحن لا سمح الله اذا يا ست جوال، نحن مشروعنا للمسيحيين يبقوا المسيحيين بلبنان، نحن مشروع، روحوا بيقولوا لك هاجروا المسيحيين اكثر، كيف في هجره اليوم للعالم من وراء الاوضاع الاقتصاديه؟ شو جوال استعاده يا ست جوال، استعاده يا ست جوال، استعاده الصلاحيات وإعادة الشراكة الحقيقية والمسائية بهذا البلد اللي عملوها هو التيار الوطني الحر بتفاهماته، مش بتعدي وسبابه وشتيمه. نحن استعدنا، نحن استعدنا للمسيحيين، فرضنا على كل المكونات اللبنانية الرئيس القوي، فرضناها، هو هلا بيتمرجل. مين جاب له قانون؟ مين جاب له؟ مين جاب له قانون انتخابات؟ مين جاب له قانون انتخابات لسمير جعجع بجبل لبنان يقدر يشرعب فيه غير تفاهماتنا؟ بس هذا القانون بيناسبكم انتم، بشو بيناسبني؟ بشو بيناسبني لما كنت اخذ، بشو بيناسبني لما كنت اخذ بكسروان 5-0 وبجبال 3-0 وبالمتن 8-0 انتم اصريتوا على صوت تفضيل في القضاء؟ يا ست جوال اصرينا لانه نحن بنفكر بكل لبنان، مش مشروعنا ضيق، انه لا كل واحد داخل بيعمل مصلحته يا سيد، يا سيد جوال مش مزبوط، مش مزبوط يعني. انا لو بدي افكر بالمصلحه الضيقه بضلني بنظام اكثري وبشد عصب مسيحي، انا عم فكر بلبنان كيف بقدر انقله تدريجيا من التقوقع الى النسبيه. العالم عرفوا، العالم البعض، شو العالم عليها اذا عرفوا؟ كل العالم، خليني اقول لك اياها مثل ما هي، العالم خلص ما بقى فيها تتحمل، يعني قد ايه بعد وعود 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 وبالاخر لقوا حالهم العالم ماشي، يعني مش قادرين حتى يأمنوا لقمة عيشهم. عم بتقلي مش قادر تحول مصاري لابنك، العالم مش ما عنده لا كهرباء. أنا مسؤول عنه، فاتوا على وزير الطاقة، روح يحاسبوا المسؤول يا سيد جوالي، روح يحاسبوا المسؤول. عن جد مش على قصة المسؤولية، خلينا طبعاً مددنا دقيقتين، مددنا دقيقتين، موضوع وزير الطاقة ولا إليك؟ إيه؟ لألي ولا إليك دقيقتين؟ عم مدد لك لألك أنت ولا إلي، لأن بعد عندي أسئلة، خلينا نكون واحد بواحد متفاهمين دقيقتين، ما هيك مخرج؟ اليوم وزير الطاقة اللي صار معه البعض يأخذ عليه، طب أنه العالم كانت يعني قتلة جتت بزورق الموت، أنه الوزير كان سهران بمطعم بالوقت يلي الشعب اللبناني لا قادر يضوي كهرباء ببيته، عم بيروحوا يشوفوا يعني مكانات الاكسجين لبعض المرضى. اوكي 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 اوكي، بهودي هذه البروباغندا. لا تسمعني، ليش كل اللبنانيين لحظه عم اقول لك شو قال، وانا رح اجاوبك. كل اللبنانيين بهيدا النهار كلهم، نعم، وانا شفت منهم لانه شفت كنت بهيدا النهار، ايه شيء سهران وشيء كلهم سدت المسؤوليه، في فرق يا حبيبتي، هذا زلمه معت، هذا وزير راح يتعشى، ممنوع يعني بكذب. اول شيء هذا الانسان لو منه متواضع
ولو منه أنا ما بعرفه ما بعرفه ما بعرفه أنا ما عم برر أبدا أنا بس بالعكس أنا ما بعرفه ايه؟ ولا شايفه ولا ولا شيء. كيف عرفت أنه متواضع؟ خي ما ببين. هيدا الإنسان بيمشي بلا بدي جاردي وبلا أمن وبلا شيء شو بيكون؟ طيب. أنا جاي لعندك هون على الموبيلات شو بكون؟ متواضع؟ لك شو بكون؟ بكون عم بتوفر إذا عندك موبيلات عم بتوفر. طيب يعني شو مش متواضع؟ جاي عم توفر منزي يعني لمصلحتك. طب شو يعني اذا انا هالنائب رئيس نائب رئيس لا بس الناس ما هيدا الزلمه ممنوع يروح ياكل له لقمه؟ مش ممنوع بس التزامن انه لازم يتعدى عليه لازم يدور دفشه. شو عم نبرر؟ شو عم نبرر اذا زلمه قال له لصاحب اصدقائه شو لعنده راحوا يتعشوا وياهن ولانه ما معه امن وما معه ما ضعنا ضعت انا ضعت بدكم وزراء تكنوقراط. هو تكنوقراط او معكم بشو مع انا ماني شايفه ما انا انه الطيار بالحد الادنى اذا بعرف شيء بحياتي بعرف كل الطيار محسوب على بغض النظر اذا شخص تكنوقراط منه ضدنا ما بيكرهنا. اوكي ايه لازم الناس تكرهنا تنبسطوا الناس لا بقول انه محسوب على جهه معينه شو محسوب ما بيكرهنا ايه ما بيكرهنا لانه الفرق صار بالسياسه مين بيكرهك ومين ما بيكرهك صرتوا بدكم الناس اللي بتكرهنا. هذا الزلمة ما بيكرهنا مسيب انه ما بيكرهنا وتكنوقراط بيمشي بلا امن وبلا بدي جارد ومتواضع وبيروح بياكل مع الناس وبيقعد مع الناس وما معه سيارات وما بيفشخ ايه لانه صار حدث مؤلم مؤلم. نعم طبعا تضربوه هن شو قلت الاخلاق لك اي نموذج عم تعطوه للبنانيين يعني انتو زعران انتو زعران ما لكم غير كلمة استاذ منصور في شعب لبناني لا مش كلهم زعران هيدا اللي مد ايده على الوزير ازعر انا ما عم برر ابدا عم بس فسريلي شو عم جرب عم جرب اقول لك وياك تسمعني طلع هو مستفز في عالم عم بتشوف انه ايه الوزير سهران بالوقت مش حق عليهم ميتة. انا بقول لك بالوقت مش قادر انا بقول لك على نور كهرباء انا بقول لك ايه شو بمد ايده علي مش حق عليهم انا ما عم برر مش الحق عليهم يا جوال لازم تتكسر ايديه هذا الزلمه مش انه ينحبس تتكسر صار ايديه يتعلم هو واللي بعته عارفه وينه اليوم هيدا الزلمه شو بيعرفني بيبقى هربان هلا مثل بمثل شي بسان شو هالزعران هول سيتم طرح الثقه بوزير الخارجيه لانه اخذ عليه كمان وزير الخارجيه انه مفصلين موضوع الانتخابات المنتشرين على قياس التيار الوطني الحر مبعثرين العيال خاصه بسيدني خليني بيت العالم تعرف شو عن شو عم نحكي يعني قامت الأيام القوات اللبنانية أنه بسيدني يمكن اللي هي عندها أكثر نسبة أصوات فيها في 9 مراكز اقتراع كل عائلة مشتتة يعني مش الكل بصوته في هذا المركز صار في بيان توضيحي كمان لنوضح من وزارة الخارجية بس في جلسة الخميس لبحث موضوع اللي طلبوا رئيس حزب القوات والنواب القوات اللبنانية خلي ينبحث نهار الخميس وبيشوفوا بين كذب القوات وبين الحقيقة. أنا بدي أشكرك لأنه ما بقى معي تخطيت 7 دقائق خدي بعد 5 دقائق لا خلص ما بدنا نخدنا كثير لا ما بدي عصبك بقى أكثر لا ما مشان هيك ما حأطلب التمديد بقى بالزيادة هالقد بالزيادة بكون إلي حلقة أخرى معك ميرسي سيد جوال ميرسي يعني حوار في دائما وجهات النظر وجهات النظر الأخرى طبعا أنا بتشكرك وجهات نظر الأطراف الأخرى شكرا لك على هذا الحوار في نكهة في الحوار معك منصور فاضل شكرا لمشاهدينا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.